شهور وبقول لكم التفاصيل الماليه. ما بحبش اتكلم في الماديات، لكن هتكلم في جزء خاص. ما بحبش اتكلم اللعيب خد كام، ما بحبش انا الحاجات دي خالص، يعني ده رزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، عشان بس تبقوا عارفين، لانه في بدات الناس تجتهد المبلغ كذا والقصه كذا. كلفت خزينه النادي الاهلي صفقه امام عاشور حوالي 3 مليون دولار بيدفعوا على قسطين. بند اعاده البيع الاهلي خفضه الى 10% فقط لا غير، بيتم احتسابهم بعد خصم ال 3 مليون دولار اللي دفعهم النادي الاهلي. مفيش اي بند بينص على الفسخ ولا شروط جزائيه. بنود اللائحه الخاصه باللاعب من الفئه الاولى بتطبق عليه. مده التعاقد 5 سنوات تنتهي في صيف 2028. ده واحد. اتنين، البرومو اللي حضراتكم شفتوه اللي ظهر النهارده بالتنسيق ما بين اداره النادي الاهلي وميتلاند في الاعلام في التوقيت نفسه عن صفقه اللعيب ده، تم اعداده من خلال دوبلير. نعم، اللي شفتوه ده في الملعب يوم مباراه الاهلي والزمالك كان شخص موجود بالصوره متركبه، بس ما كانش امام عاشور، وده بيبين لك ان الاهلي كان مخلص كل حاجه من زمان. المشاهد في الدخول للاستاد وتصوير الجماهير واللعيبه والمشهد اللي ظهرت فيه الجماهير سواء الاهلاويه او الزملكاويه، ده عملوه وحطوه دمجوه كده في التصوير مع التصوير اللي خضع له امبارح بالليل او فجرا فجر اليوم في استاد التتش. وعلى فكره مش ده الاعلان الاخير، لسه في جانب تشويقي كمان لم يتم الاعلان عنه. صفقة إمام عاشور الأهلي شغال عليها من فترة طويلة جدا وليست بالقصيرة، حتى تم الإعلان عنها اليوم، والكلام بقى مكرر ومعاد في هذا الأمر.